نتحول إلى الشأن السوري، حيث افتتحت الجولة السابعة لمحادثات السلام السورية يوم الاثنين في عاصمة كازاخستان أستانا، بمشاركة ممثلين من الحكومة السورية والمعارضة السورية، إضافة إلى روسيا وتركيا وإيران. يحضر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري هذه الجولة من محادثات السلام مع ممثلين من المجموعات المعارضة السورية وروسيا وتركيا وإيران، كما أرسلت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن ممثلين لها إلى المحادثات كمراقبين. وعقب لقاء ثنائي بين الممثلين السوريين والروس، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف إن الممثلين ناقشوا في المحادثات ذات اليوم الوضع في مناطق تخفيف حدة الصراع ونشر المراقبين الروس والأتراك والإيرانيين في محافظة إدلب، مضيفا أنه حسب اقتراح الجانب الروسي من المتوقع أن يعقد ممثلو الحكومة السورية والمعارضة والطوائف السورية المختلفة مؤتمر الحوار الوطني السوري. لقد قمنا بمناقشات مطولة حول مكان عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، بما في ذلك قاعدة حمامية من الجوية الروسية في سوريا، وذلك من أجل ضمان السلامة الممثلين المشاركين من كافة الأطراف. في الوقت نفسه بحثنا برامج أخرى، بما في ذلك عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في روسيا. قال ألكسندر لافرنتييف إن روسيا تبذل حاليا أقصى الجهود لإيجاد سبل لدفع التعاون بين المعارضة السورية والحكومة السورية وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما، كما أكد أنه قبل هذه الجولة من محادثات السلام بشأن الأزمة السورية كان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعرب عن استعداده للسعي إلى المصالحة الوطنية وبدء عملية تعديل الدستور، وهذا لديه مغزى مهم في دفع عملية السلام السورية. أصدر الرئيس السوري بيان هام في 6 من الشهر الجاري أكد فيه نيته في تعديل الدستور، بما في ذلك وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على هذا الأساس.